السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني باستثناء قائد المنتخب الوطني الجزائري، وضعية مقلقة لمهاجمين المنتخب الوطني الجزائري، وين يتواجد مهاجمون الخضر في وضعية غير مريحة أسابيع قليلة قبل مباراة السد أمام منتخب الكاميروني، في ظل معاناة بعض من نقص المنافسة وابتعاد البعض الآخر عن التسجيل في صورة بغداد بنجاح، الذي يبدو أنه قد تأثر كثيرا بالانتقادات التي طالته بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة. هذه تاع انتقادات ما كاش منها، انتقادات يخرج فاصفاص انتقاد، والانتقاد يلعب له كات، انتقاد يلعب له سانك، يلعب له دو، يلعب له طربا، يلعب له غار، يلعب له غارديا، ما كاش من هذه تاع انتقادات. جوار هذاك هو هذاك الريتم تاعو وصل له، صايك سيبو. اللاعب المحلي عنده بلاصه يوصلها ما يزيدش، انا نقول لكم. وباستثناء رياض محرز الذي يمر بفتره زاهيه مع ناديه مانشستر سيتي بعد عودته من الكاميرون، وين تعاني باقي العناصر القاطرة الأمامية من بعض المشاكل قبل مباراة شهر مارس، وهو ما قد يدفع الناخب الوطني للبحث عن بعض الحلول البديلة في صورة المهاجم هيرتا برلين الألماني إسحاق بالفضيل المرشح بقوة للعودة، سيما أن وضعيته أفضل بكثير من بونجاح وسليماني وعمورة. ويمر بنجاح الذي يعد المهاجم الأول في حسابات بالماضي بفترة فراغ، حيث تراجعت معادلته التهديفية وغاب كثيرا عن معانقة الشباك، إذ سجل هدف واحد منذ ثنائيته في مرمى المنتخب السودان في فاتح من ديسمبر الماضي ضمن دور المجموعات من بطولة كأس العرب. ويعاني بنجاح في الفترة الحالية من فقدان الثقة بعد انتقادات الكثيرة التي طالته، حيث تراجعت مستوياته بشكل كبير إلى درجة أنه لم يعد يحظى بثقة المطلوبة في ناديه السد، بدليل أن المدرب قد أبقاه مؤخرا في دكة الاحتياط، كما قام باستبداله في الكثير من المناسبات، وهو ما أصبح يزعج بنجاح الذي ظهر يوم أمس في حالة غضب شديد لحظة تغييره من قبل التقني الإسباني غارسيا خلال انتصار فريقه السد على قطر بهدف لصفر. ويبدو أن ما قام به بنجاح تجاه مدربه بموازاة مع ابتعاده عن مستواه سيثير دون شك قلق بالماضي قبل موقعة الكاميرون، خاصة أنه بات واضح استمرار معاناة بنجاح فنيا ونفسيا منذ مشاركته المخيبة في كأس أمم إفريقيا، وراه من الأزمان. ولا تختلف وضعية سليماني عن زميله بونجاح، فمنذ انتقال إسلام إلى ناديه القديم الجديد سبورتينغ لشبونة لم يحظى بدقائق مطلوبة، واكتفى بمشاركة كبديل في 3 مناسبات لعل آخرها أمام نادي مانشستر سيتي في ذهاب الدور الثمن النهائي من مسابقة رابطة أبطال، أين خاض 10 دقائق فقط، وإن راه لاعب كيما هكا 50 دقيقة، لتضرب إلى الدقائق المعدودة التي اكتفى بها في مباراة الدور المحلي. ولا يبدو أن وضعية سليماني مرشحة للتحسن في الفترة الحالية في ظل تألق كبير لمنافسه في سبورتينغ، وهو ما قد يضع بالماضي في حرج أكبر، على اعتبار أن لاعبيه بونجاح وسليماني يعانين من فقدان الثقة ومن ابتعاد من التسجيل. وبخصوص خيار ثالث للخضر في نهاية كار، ويتعلق الأمر بالمهاجم يعني أمين عمورة، فوضعيته أكثر تعقيد كونه غائب عن أجواء المنافسة الرسمية منذ عودته من الكاميرون، حيث فقد مكانته بالكامل ولم يعد يشارك حتى كبديل، وهو ما قد يبعده دون شك. يا ودي غادي هذه جات هذه بالماضي يضرب عليها الطبل، بحيث انهم قادرين على يعني وين نقولوا، ولا سيما ان بالماضي يبحث عن مهاجمين
قادرين على حل مشكلة الخط الأمامي وعكس بونجاع وسليماني يتواجد محرز في أفضل أحواله حيث يصول يعني حيث من في أفضل أحواله حيث يواصل التألق مع مانشستر سيتي خاصة في مسابقة دور أبطال والتي سجل فيها يوم الثلاثاء الماضي هدفه 16 في المجموع في كل المسابقات وهو ما قد يكون بمثابة الحل في اللقاء الكاميرون أين تعلق عليه الأمال لإطاحة بالأسود الغير مروضة خاصة إذ ما حظي بالدعم اللازم من زميله يوسف ليلي الذي يبحث عن نفسه خلال تجربته الجديدة في الدور الفرنسي. أنا المهم ضروك اللعابة أنا جمع بالماضي خلى ديلور جاب ولا خطأ على خطأ يجي كنت تصل بأمين جويري كنت تصل يعني ما كاش مشكل الناس دروك قام يشوفوا في ديلور في كيسموه بونجاح كأن بونجاح لعب كان يماركي غير في هذه شهر ما مر بونجاح كان ميتا ما مر نحسبوا بونجاح ميتا ما مركاش كان ميتا بونجاح ما مركاش نحسبوا له تحسبوا البونجاح وين تلعبنا ايا نحسبوا له ايا ايا نحسبوا البونجاح ما مركاش دو ماتش اميكو المكسيك نيجيريا ما مركاش زيمبابوي الي روتور ما مركاش زومبيا عندهم ما مركاش بورتسوانا ما مركاش الموريتانيا ما مركاش للمالي ما مركاش لتونس مركاش جيبوتي بيناتي ما مركاش بوركينا فاسو ما مركاش كونت نيجر مركاش نيجر في الروتور بنت زيد روتور ما مركاش كونت جيبوتي في مصر ما مركاش الروتور بوركينا فاسو ما مركاش مركز السودان أبو 20 منها ما زادش مركة منها ما زادش مركة لليوم بعدين يعني وشي طبعا صاحبي ما عشرة تعليم ما مركاش فيهم تسعة تعليم ما مركاش فيهم لي كبير غير لي كيب ناسيونال هادو غير راني متفكرهم اللي راني متفكرهم هادو عندك حلول صاحبي عندك لعابة عندك تنجم عندك الحلول بالماضي عندك يعني انا نشوف بلي ودي شو الحلول اللي عندك انت يا عندك بلال عمراني مهاجم تاع كلوب بروج روماني أسامة درفلو مهاجم هولندي محمد بنيطو مهاجم تاع الوكرة إسحاق بالفوضي مهاجم هيرتا برلين سفيان هني مهاجم الغرافة القطري عندك صاحبي عندك لعابة سفيان هني قانسين وتجبدو غير فما ياه سفيان هني على بالك يداري له الصحافة توا انا واحد كيما مؤمن ممنوع ماحيينهم والله لا ماحيينهم على بالك باش يكون على بالكم جماعة هذاك اليوم حنايا نقولوا بلي ودي المنتخب الوطني الجزائري وين تعرض للتشويه من الناس اللي خلصوا منه شوهوه ولاو اللعابه يعني ما نورمال ما الماركيشي وين جاي نلعب نورمال كيما صارت كوب دافريك ما كاش كاين سليماني كاين عموره غير داه برك داه باش يبلع على بنيطو ويبلع على لينا في الاخرين داه عموره برك على ظهر القلب مي قالوا له قال لهم نتوما نفختوا عموره ما كان والو بس على ديته على ديته عموره انا هذه ما بغاش تدخل لي على ديته تما انت غير ديت الغاشي وصاي هذه هي انت ديت الغاشي وصاي هيك اليوم يا سي جامع بالماضي مدي القائمه مدي 23 جوال ديرها باللي كاع تحتاجهم خاطش عليه لازم
قالت على تولي يكون عندك اصابات، تولي يكون عندك لي كارطون، تولي ما تنجمش تعرف. حرز روحك، حرز روحك، لازم تدي قائمه بما لك كلمه، مشي تكمل الحساب بالغاشي.